كولا هاروني عصبي عنيد صريح وعفوي، وأغلب الأوقات هالطبع بيسبب لي مشاكل. بس خفت، حسينك خفت من هيدا الملف؟ لا، خفت من الكسارات. من الكسارات صح، يعني اعتزلت. مش اعتزلت، بس انه عم جابه دولة بكاملها، ما في حدا مش متورط فيها. وصلت لأبحاث بتقول انه كل كسارة بتعمل $70,000 بالنهار، يعني ما حدا رح يخليني كفي. بدها مثل ما قال استاذ إلي، بدها حوار، وحوار جدي. بدل ما تغرم وتسجن وتزيل